السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أحبائي المشتركين من الوطن العربي الكبير، هذه تحياتي محمد أبو المجد من قناة عشاق الخط العربي على اليوتيوب. في درس النهاردة يا جماعة احنا بنقول الدرس النهاردة للكبار وللصغار معا، هنكتب جملة بخط الثلث العادي، وبعد كده هنقول لكم على طريقة ازاي نعلمها لأولادنا يكتبوها بطريقة سهلة جدا جدا، وواحدة واحدة معايا، وركز مع حركة سير القلم أثناء الكتابة. في المرة الأولانية مش هنشرح، في المرة الثانية ممكن إيه هنشرح. تعالوا كده نكتبها. هنكتب وما توفيقي إلا بالله. حرف الواو أهو بيجي بالشكل ده كده، البداية بتاعته بتكون بالشكل ده، وبعد كده بتطلع لفوق سنة، وبعد كده بتلف إيه دوران بالشكل ده أهو. احنا بنكتب بخط بالقلم العادي، بخط الثلث العادي، فايه الرتوش اللي هي البسيطه دي مش عادي يعني. وما حرف الواو بالشكل ده اهو. حرف الميم له اكثر من شكل، ممكن ايه او له شكلين، احنا هناخد الشكل بتاعه ده وهنعمل اهو، طلعنا بحرف ايه بحرف الالف بالشكل ده. وما توفيقي، التاء مع الواو ليها شكل معين اهو. حرف الواو هنا اسمه واو مجموعة، واو مجموعة يعني ملفوفة كده اهي، انما هنا واو مرسلة، انما هنا الواو دي واو مرسلة، بتيجي طبعا بالشكلين. وما توفيقي اهو، حرف الفاء نفس بداية رأس حرف ايه الواو اهو من هنا، النقطتين بتوعنا هنا والنقطتين بتوعنا هنا، وهنيجي نعمل ايه اهو. طالما عملنا كده يبقى هنطلع بحرف القاف بالشكل ده كده اهو، شايفين؟ ومن هنا من المنطقة دي كده بنعمل له حركة اهي، وبعد كده بنرجع رجوع شبه مستقيم، وحرف الياء بنجيبه بالشكل ده اهو. وما توفيقي الا بالله، تعالوا بقى نعمل اهو الالف بنجيبه بالشكل ده كده، في ميلان بسيطه يا جماعه ناحيه ايه اليسار من اعلى، واللام الف ليها شكلين، هناخد الشكل ده اهو، ده شكل لحرف اللام ألف، والباء مع الألف. وما توفيقي إلا بالله. أهم حاجة يا جماعة تركز مع حركة سير القلم وإحنا بنكتب، وما تكتبش ورايا، استنى لما نخلص كتابة وبعد كده إيه تبدأ تكتب، مفيش مشكلة خالص أهو. لفظ الجلالة بقى اللي الناس بتستصعبه أهو، لفظ الجلالة اللام، وبنرجع ننزل عليها تاني اهو، وبنجيب حرف الهاء بالشكل ده. تعالوا بقى ايه نشكل العباره اللي قدامنا او الجمله اللي قدامنا. وما توفيقي، في واحد كان بيقول انت جايب يعني مثلا التشكيله بتاعت الفتحه دي انت جايبها كبيره كده ليه؟ هي دي على التاء بس، هنا بتملى ايه بتملى الفراغ، ما فيش مشكله خالص. وما توفيقي إلا بالله. تمام يا شباب. تعالوا بقى، أنا عندي مثلا ابني حابب إنه يتعلم خط عربي وحابب إنه يكتب خط عربي، ولكن الموضوع صعب عليه وعايز أعلمه، أو عنده الملكة بتاعت الكتابة بخط الثلث، ولكن الموضوع برضو ممكن يكون ايه شوية صعب عليه. انا بعمل ايه مع ابني؟ انا اكبر من طبعا ايه اكبر منه سنا، واكبر منه فهما، واكبر منه كل حاجة، تمام؟ فانا باجي اعمل معاه ايه، او ممكن يكون مثلا حتى هو لو حتى اخويا الصغير، باجي اعمل معاه ايه، بشوف الاستاذ محمد كتب ايه العبارة اللي قدامنا دي او الآية القرآن اللي قدامنا، وما توفيقي الا بالله، فباجي انا بالقلم الرصاص كده واحدة واحدة وبكتبها له اهو، واحدة واحدة
انا طبعا فهمت الدرس وهطبقه كويس عن اخويا اهو، فانا بكتبه لاخويا او لابني بالشكل ده اهو بالقلم الرصاص اهو. انا طبعا بكتبه بشكل سريع لان حافظ شكل ايه الحرف، انما انت وانت بتكتبه لاخوك او لابنك اكتبه بالراحة خالص، اكتبه ببطء ما تكتبوش بسرعة اهو. وباجي بعد ما بخلص بطلب من اخويا او بطلب من ابني انه ايه يبدأ بالقلم كده، انه يعيد على لحظة، انه يعيد على القلم الرصاص اللي انا ايه اللي انا كتبت له عليه، مع الوضع في الاعتبار انك لازم تكون معرفه شكل الحرف كويس وازاي بيبدأ الحرف وبينتهي منين اهو. انا ابني مش هيعمل حاجة غير انه ايه هيعيد على الكتابة، بس اهم حاجة زي ما بقولك كده تكون معرفه الحرف هيبتدي فين وهينتهي فين وكده اهو. عملت كده، ما ينفعش ابدا من هنا مثلا كده اهو وارجع كده، لا انا اعرفه ان احنا البدايه بتاعتنا من هنا وبنمشي كده اهو. دي مهمه جدا يا جماعه لتعليم الاولاد ازاي يحسنوا خطهم وازاي يكون عندهم الملكه بان خطهم يكون ايه يكون كويس. الخط ده اسمه خط الثلث العادي، طبعا هو يعتبر من أصعب الخطوط على الإطلاق، هو خط الثلث. إحنا لازم نقول خط الثلث عشان في بعض الناس بيقولك إيه لا أنت بتقول خط الثلث، إحنا بنقولها بالعامية أو باللهجة العامية بتاعتنا إيه كمصريين. تعالوا بقى إيه أنا عايزك إيه تكتبها كده، إحنا كتبناها هو وما توفيقي إلا بالله. تعالوا نكتبها نغير فيه شكلها شوية. حرف الواو أهو، ركز برضو معايا مع حركة سير القلم. وما حرف الميم هنغير برضو ايه، هناخد حرف الميم بالشكل التاني. توفيقي التاء مع الواو. الفاء ممكن نيجي نعمل كده اهو، وممكن نجيب الياء الراجعة يا شباب، حاجة اسمها الياء الراجعة، حرف الياء هنجيبه ايه الياء الراجعة بالشكل ده. ما انت لازم أن تكتبها بايه باكثر من شكل، ما يبقاش قدامك شكل واحد بس، وده حلاوة خط ايه خط الثلث. خط الثلث ممكن تعمل منه ايه الحرف الواحد بس له اكثر ايه اكثر من شكل. حتى شوفوا كتبنا ايه إلا اللام ألف، شايفين هنا اللام ألف عاملة إزاي وهنا اللام ألف عاملة إزاي. بالله ممكن نجيبها كده أهو، ولفظ الجلالة ممكن حتى نجيبه بشكل آخر وهو الشكل ده، حرف الهاء فيها عامل كده. شايفين يا شباب أنا اللي أقصده إيه، ان العباره الواحده او الكلمه الواحده فيها اكثر ايه اكثر من شكل. وما توفيقي الا بالله اهو، احنا كده يعتبر ايه خلصنا. تعالوا بقى ايه حاجه بسيطه خالص حابب ان انا ايه اقولها لكم. تعالوا هنا كده يعني مثلا الحرف بتاع مثلا حرف الايه الواو، حرف الواو لما نكون بنكتب بقلم عادي اللي هو القلم القلم الجاف العادي، غير لما نكون بنكتب مثلا بقلم يكون سنه عريض. ازاي يا استاذ محمد انت قصدك ايه تقول ايه؟ يعني لو جينا نكتب مثلا كده الواو مثلا هنا اكنها بسن عريض، هنعملها ازاي؟ هنشوف منظرها هيبقى عامل ازاي وهيبقى ايه كويس ازاي. مثلا ده البداية بتاعت حرف ايه؟ البداية بتاعت حرف ايه؟ حرف الواو. احنا كتبناها على السريع اهو. الحرف هنا هتلاقيه مظبوط اكتر عن مثلا عن ايه؟ عن حرف ايه؟
حرف الواو هنا. اهو لو جينا حتى مرينا هنا المنطقة دي كده هتلاقي الحرف مظبوط اكتر. اللي اقصد ان انا اقوله ايه؟ انك عشان تتعلم خط عربي بشكل سليم ممكن مفيش مشكلة خالص ان انت تكتب بالقلم الجاف، ولكن بعد فترة من الوقت لازما ان انت تعود وترجع تاني لانك تكتب بالقلم البسط او اقلام الخط العربي الكلاسيكية. وبكده تكون انتهت حلقتنا. اتمنى اي حد شاهد الفيديو للنهاية انه يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصله كل جديد. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم محمد ابو المجد من قناة عشاق الخط العربي على اليوتيوب. دمتم في رعاية الله، مع السلامة.